في الأكاديمية الملكية للمكفوفين بالأردن تجربة فريدة من نوعها وابتكار عجيب. مكن هذا الابتكار الأطفال المكفوفين من ممارسة الرسم والتلوين عن طريق الرائحة. استطاع الصغار تمييز الألوان والتعرف عليها من خلال استخدام أقلام معطرة، حيث يربطون ألوانا محددة بروائح معينة، وعن طريق اللمس يستطيعون تحديد ملامح رسوماتهم. المكفوفين من خلالها تعرفوا كيف يعني عرفوا الألوان وعرفوا كيف بدهم يرسموا يعني لوحات تكون حلوة. فالأصفر ريحة الليمون، المكفوفين بيعرفوا الليمون الأصفر من ريحة الليمون لأنه الليمون لونه أصفر، والأخضر ريحة النعنع. غير بتفكيري، أعطاني فكرة أنه الرسم مو بس هو يعني هواية، أعطاني فكرة أنه الرسم كمان إشي إحنا بنعبر فيه عن الإشي اللي إحنا نتخيله، وكمان يعني حلو الواحد أنه كمان يرسم من قلبه إشي حلو. يعني أنا يعني كتير كنت أنه أتعب، أنه مش تعب نفسي، كنت كتير أحس أنه ليش هذا أحسن مني. هلأ أنا لأ، الرسم كتير خفف عني وبين لي كيف أنه أنا بينت لهم هدول الناس اللي كانوا يحكوا عني كيف أنا أحسن منهم، وكيف أنه الرسم بفرغ الطاقات السلبية، وأنه حتى الرسمة اللي بترسمها بتعبر عن الطاقة اللي جواتك. يعني أنت إذا كنت زعلان راح تعبر رسم عنك وعن ايش انت بتحكي، عن ايش طاقتك او قلبك بيحكي. اذا انت عيونك ما حكت او قلبك ما حكى رسمتك بتحكي. انا بهمني يكون عنده ثقة وقناعة، مش انا جاي اضيع وقتي، ما بضيع وقتي، انا جاي بطلب حب. اذا انا ما باجي بحب لهذا الحصة ما بدي اياها. فعشان هيك عم بصير عندنا اعداد كتير، لانه بتعرف بيحبوا رسم والوان، وطفل بحب يعبر عن حاله خصوصاً بهاي المرحلة الشائكة بحياته.